اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة بحق مرتكبي جريمة قتل الطفل البريء موسى وراء. إعدام. أنا أريد أطلع حق أخوي وبس. القياد قال يلا ارجع أكله. يرجع هو يأكله. كم ضربة ضربتي؟ ما أعرف أستاذ، ما حسبت. أنا قدمت بلاغ مال حضانة بس كان يجي يهددني. كم مرة ضربتنا وضربنا قدامه. جابت قوطية مال ملح حطتها بعينه، قام يتوه يفرك بعيونه، قام يحرق. جابتها وحطتها بحلقه، قال ما راح تقيأني. قال إذا تقيأتها قلت لك وأحط لك بعد. القيأ قال يلا ارجع أكله. يرجع هو يأكله. والله سيدي شكو خشبة شكو عودة بالبيت كسرتها على ظهره. أستاذ هي بالهاي مقتله هاي ليش اسمها مال الظهر يحكم بها الظهر. منو ضربوه؟ انا استاذ. كم ضربه ضربتي؟ ما اعرف استاذ، ما حسبت. راح اشوفك اللقطه الاخرى، هاي الصوره شوفيها. هاي وين الضربه مالته؟ هاي استاذ انا ضربته بالشفشير. وبعد؟ بس بالشفشير. وهاي اللي براسه؟ هاي سيدي قلت لك بالبيجامه، كانت مفطوره الجامه مال الباب. ايه وضربته ضربه قويه وراح عليها. بعد شوفنا، خلي تشوف شو مسوي بيه للطفل. هاي هنا أنا ضربته أستاذ ضربة هماتية قوية يوم الأربعاء، ووقع على الحائط حيل يعني بس من وقع على الحائط رجع بالقاع حمام ضرب. هو انضرب أستاذ، هي من شدة الضربة انضرب ضربت يعني. قدمت بلاغ مال حضانة بس كان يجي يهددني. أخذ التبليغ معده بالليل، إجي يقول لي تبلغين مو تعرفيني كل الزين، لا اعترف بقانون ولا بعشاير. أخذهم صار أضربهم طلقة. أطالب من قبلكم وزارة الداخلية ومن قبل السيدة الرئيس المحترم بأن تتعاقب أشد عقوبة بالإعدام. إعدام. أنا أريد أطلع حق أخوي وبس. هذه الزواجات الغير مدروسة هي اللي أنتجت جريمة قتل طفل بريء بهذا العمر. يعني راصدين وسائل التواصل الاجتماعي يلفتون النظر أنه يجب أن الأب يحاسب، وفعلا هاي حقيقة، لولا الأب لما حصل الحادث.